Hello everyone, welcome. My name is Kenneth Tammy and I will be your instructor inside this class. Blender هو أحد أقوى البرامج 3D الموجودة حاليا. ليه بنستخدم Blender؟ أولا Blender free مجانا، لا يوجد هناك أي license لاستخدام البرنامج. البرنامج متاح على جميع الأنظمة سواء كان Mac أو Windows أو Linux. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأدونز سواء كانت free أو paid لإضافة material، للmodeling، للrendering، للcomputing، لإضافة الأشجار، لإضافة الرياليزم للمشهد. عشان كده دايما بنرشح بلندر لاي مستخدم مبتدئ. الكوميونتي في تزايد باستمرار، عدد التيتوريالز انليميتد، هناك العديد من التيتوريالز في جميع المجالات سواء كان في العماره، في البرودكت ديزاين، في الريندرنج، في السيميليشن. ان شاء الله في هذا الكلاس سوف نشرح 3 امثله للتدريب على البرودكت ديزاين باستخدام بلندر فقط، بدون اي استخدام اي ادونز، بدون استخدام اي برامج اخرى، فقط بلندر والقليل من الممارسة. ان شاء الله نوصل الى النتيجة المطلوبة. Enough talking, let's dive into the content.